السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الابتدائي. إن شاء الله حبايب الشطار هنبدأ في الدرس رقم 3 اللي بيتكلم حبايب الشطار عن تقدير ناتج الضرب. تمام يا أستاذ؟ يعني بكل بساطة بيديك رقمين مضروبين في بعض وتجيب لهم الناتج الأصلي وتقدر الناتج ده يا أستاذ وتقارنه بالناتج الأصلي. طيب مش فاهم حاجة يا أستاذ؟ تعال ناخد مثال مع بعض، وبتمنى إن أنت تطبقي المثال ده مع ابنك في واقع الحياة. ولنعتبر حبيبي الشاطر ان انت معاك 56 جنيه وضمم عليهم ايدك، تمام؟ رحت لامك وابوك وخالك، رحت قلت لابوك ايه وانت ضمم ايدك؟ طبعا ابوك ما يعرفش المبلغ اللي معاك. رحت لامك الاول قلت لها يا ماما قدري اللي معايا كام، تتوقع اللي معايا كام؟ فجت مامتك قالت لك انا بتوقع ممكن يطلعوا اللي في ايدك، مامتك ما عرفاش بتقدر قدير، ممكن يطلعوا يا استاذ مثلا، تقول لك ممكن يا حبيبي يطلعوا 48. طيب فانت هتقول لها ايه؟ والله يا ماما انا اللي معايا اكتر، فعلا ال 56 اكتر من ال 48، فانت قلت لها اللي معايا يا ماما هيكون اكتر، تمام؟ ليه يا استاذ؟ لان الناتج الفعلي 56، فهنقارن باللي قدرت امك فاكيد هيكون اكبر. ابوك سمع منك ايه؟ كلمة اكبر، فقال لك لا. رحت انت رحت لابوك قال لك ايه؟ قلت له ايه؟ قدر يا بابا اللي معايا يكونوا كام؟ فباباك قال لك ايه؟ طالما اللي معاك اكتر من اللي قالتهم امك يبقى اكيد ممكن يطلعوا مثلا نقول 80، باباك قال 80. رحت انت جاي ليه لباباك؟ والله يا بابا اللي معايا اقل. فانت كده قارنت الناتج الاصلي بتاعك باللي قدر ابوك، فقلت له ايه؟ والله اللي معايا يا بابا اقل من ال 80، تمام؟ طيب. رحت لخالك، خالك سمع النتيجه بتاعت ابوك. فرحت لخالك قلت له انت طبعا خالك ما يعرفش المبلغ اللي معاك اللي هو 56، قلت له اتوقع يا خالي انت ضامم ايديك، اتوقع يا خالي ان يكون او قدر اللي معايا في ايدي كام؟ فخالك هيقول لك مثلا 64، فانت هتقول له ايه؟ لا والله يا خالي اللي انا معايا اقل من ال 64. فكده انت قارنت الناتج الاصلي بمين؟ بالتقدير بتاع خالك. طب تعال نشوف انهي تقدير في الثلاثه دول مقبول، تعال نشوف مين الاقرب لل 56. طيب ال 48 لو وصلناها لل 56 هيتفضل كام يا استاذ؟ هيتفضل 8، يبقى بين ال 56 وال 48 8 بس. طب تعالى نعرف اللي بين ال 80 وبين ال 56، تمام؟ بين ال 80 وال 56 كده 4 60 70 80، يبقى كده 24. ما بين ال 56 وال 80 24. طب تعالى نشوف بتاع ما بين ال 64 وال 56. 56 كده 4 كده 60 يبقى كده 8، تمام؟ انهي فيهم يا استاذ تقدير مقبول؟ والله يا مستر المقبول الاقرب لل 56، ال 8 وال 8. يبقى المقبولين يا استاذ بتاع امك وبتاع خالك، ليه؟ لانهم اقرب لل 56، لكن ال 80 بتاع ابوك بعيد خالص عن ال 56، ده شوف ما بينه وبين ال 56 كام سلم؟ 24 سلم، يبقى ده غير مقبول. لكن بتاع باباك وبتاع مامتك وبتاع خالك دول المقبولين لانهم اقرب لمين؟ لل 56. بتمنى تكون فهمت الدرس، وتعالى نخش في التمارين. وبتمنى طبعا حبايب الشطار ان انتوا تجربوا الكلام ده مع ايه؟ مع افراد اسرتكم. طيب تعالوا نخش على درسنا النهارده اللي هو التقدير. بيقول لك هو وسيله تساعدنا في الحصول على ناتج قريب للناتج الفعلي والتحقق من معقوليه الاجابه. قال لك يمكن تقدير حاصل ضرب 7 في 8 باستخدام استراتيجيات حقاق الرقم المجاور وبعده وبعده طرق. بص معايا، انا عندي 3 طرق للتقدير. يبقى اول حاجه يا استاذ نعملها نجيب الناتج الفعلي عشان نقدر نقارن الفعلي. عاوز تضرب على طول؟ لو انت حافظ الجدول ماشي، تقول 7 في 8 ب 56، ماشي انا معاك. لو مش حافظ الجدول جزئ الرقم الكبير، يعني سيب الصغير وعلامة الضرب وحلل الكبير. انت حافظ جدول الخمسة مثلا والثلاثة، يبقى تقول 8 5 زائد 3، تمام؟ انا عاوز نجيب الناتج الفعلي. السبعة مضروبة في القوس، مين جوه القوس؟ الخمسة والثلاثة، يبقى أول حاجة ننزل الزائد في النص. السبعة مضروبة في القوس ومين جوه القوس؟ الخمسة والثلاثة، يبقى السبعة تنضرب مرة في الخمسة ومرة في الثلاثة، خمسة في سبعة ب 35، نكتب 35 زائد والسبعة برضو ما نسيبهاش، نضربها في الثلاثة، سبعة في ثلاثة، ثلاثة في سبعة ب 21، نبدأ نجمع، خمسة وواحد ستة، وثلاثة واثنين خمسة،
يبقى الناتج الأصلي أو الفعل كم يا أستاذ؟ الناتج الفعلي 56، لأنها مقارنة بالتقدير اللي هنعمله. طيب نقدر إزاي؟ عندي 3 طرق، واختار أنت الطريقة اللي تناسبك. طيب خليك في الرقم الصغير، الصغير اللي هو مين؟ اللي هو 7. هات اللي قبل 7 مباشرة كام؟ 6 يا أستاذ، تمام؟ اللي قبل 7 مباشرة 6، وسيب الكبير زي ما هو، يبقى 6 ضرب 8 كام؟ 48. يبقى التقدير الأول طلع كام؟ 48. نبدأ نقارن الفعلي يا أستاذ أو الأصلي بالتقدير. إيه علاقة الفعلي بالتقدير؟ والله الفعل هيكون أكبر من التقدير، أكبر من التقدير. يبقى تقول لي الناتج الفعلي هيكون أكبر من التقدير اللي هو كام التقدير؟ أكبر من التقدير اللي هو 48. دي أول طريقة. تاني طريقة يا أستاذ ممكن تقدر بيها، إن أنت برضو خليك في الصغير، هات رقم بعديه وليس قبلي، هات رقم بعديه بعد 7 8، وتسيب الكبير زي ما هو. 8 في 8 بكام؟ ب64. وتبدأ تقارن يا أستاذ الفعلي بمين؟ بالتقدير. طب إيه علاقة 56 بال64؟ أكبر منها. يبقى تقول لي الناتج 56 وال64 أصغر منها، 56 أصغر من ال64. يبقى تقول لي الناتج الفعلي هيكون أقل من التقدير. طب التقدير كام؟ 64. يبقى هيكون أقل من كام؟ من 64. في واحد تاني يقول لي بص يا مستر، انا مش هنستخدم الرقم الصغير ده خالص، لا هنجيب اللي قبليه ولا اللي بعديه، انا راح نقدر باستخدام التقريب للعدد 10، فهنسيب الصغير زي ما هو وعلامه الضرب، ونوصل الثمانيه الكبيره للعشر، يعني الثمانيه نخليها 10. 7 في 10 بكام؟ ب70. يبقى التقدير طلع بكام؟ ب70، واحنا الاصل طلعنا بكام؟ ب56. ونبدا نقارن يا مستر، الأصلي أو الفعل 56، إيه علاقة 56 بال70؟ والله 56 أقل من 70. يبقى نقول له الناتج الفعلي يعني الأصلي أقل من التقدير، من التقدير. طب التقدير كام؟ 70. يبقى تقول له أقل من 70، تمام؟ طيب يا رب يكون التقدير، أنا شايف إن الأمور بسيطة، تعال نتدرب أكتر على الأمس. طيب بيقول لك لاحظ هنا احنا خلاص الناتج الفعلي جبناه كام؟ ب56، وجبنا ناتج التقدير الاول بكام؟ ب48، والثاني بكام؟ ب64، والثالث يا استاذ ب80. انهي واحد في الثلاثه دول مقبول والثاني غير مقبول؟ تعال نشوف. ال 48 نوصلها لكام؟ نوصلها لل 56، او ال 56 نوصلها لل 48 براحتك. فيها الكام؟ فيها يا استاذ فيها الثمانية، تمام ولا لا؟ تمام، فيها الثمانية. يبقى من ال 48 لل 56 في 8 درجات. طيب نيجي نوصل برضو ال 64 لل 56 ونشوف كم درجة، تمام يا أستاذ؟ برضو في 8 درجات، تمام يا أستاذ؟ طيب. طب نيجي لل 80، من ال 80 لل 64 في كم درجة؟ في 24 درجة، تمام يا أستاذ؟ يبقى مين المقبول يا أستاذ؟ الأقرب لل 56 اللي هي الثمانية. يبقى ايه؟ ال 48 وال 64 ده تقدير مقبول، لكن بص ال 80 وال 56 ما بينهم درجات كتير، 24 درجه، يبقى التقدير غير مقبول لانه بعيد عن الناتج الفعلي او الاصل 56. يا رب المعلومه دي تكون وصلت، تعال نتدرب اكتر. طيب نبدا يا استاذ في تدرب، قدر حاصل الضرب ثم اوجد الناتج الفعلي كما بالمثال، تمام؟ طيب هو عمل ايه في المثال ده؟ لما جه يقدر يا استاذ وصل الكبير للعشرة، يعني التسعة دي خلاها 10، تمام؟ وضرب 5 في 10 ب50، تمام؟ 5 في 10 ب50. طيب وبدأ يقارن الناتج الفعلي، يعني يضرب عادي 5 في 9 ب45، ده الناتج الفعلي وده الناتج بعد التقدير. قارن لي الناتج الفعلي يا استاذ، الناتج الفعلي يعني الاصلي بالتقدير. ايه علاقة الفعل بالتقدير؟ اقل منه، تمام؟ يبقى الفعلي هيكون أقل من التقدير، الفعلي هيكون أقل من التقدير. طب التقدير كام؟ 50. يبقى هيكون الفعل أقل من كام؟ من 50. يبقى سيكون أقل من 50. طب تعال ناخد كمان مثال. أول حاجة تجيبها للناتج الفعلي، 3 في 6 ب18. طيب تعال يا أستاذ نوصل الكبيرة للعشرة، الستة نوصلها للعشرة تصبح 3 في 10. 3 في 10 بكام؟ ب30. يبقى تقدير هيكون 30.
طب تعال نقارن الفعلي بمين؟ بالتقدير. الفعلي هيكون أقل من ايه؟ من التقدير، تمام؟ يبقى تقدير سيكون أقل من الـ30. أقل من كام؟ من الـ30، لأن الفعل 18 أقل من مين؟ من الـ30. طيب تعال مثال كمان، نجيب الناتج الفعلي. 7 في 9 بكام؟ 63. نوصل الكبير يا أستاذ للـ10، تبقى 7 في 10 70. تعال نقارن الأصلي أو الفعلي بمين؟ بالتقدير. التقدير طلع معاك 70. طب الـ63 علاقتها هي بالـ70؟ أقل منها، يبقى الناتج الفعلي هيكون أقل من الـ70. طب كمان مثال، هنا 6 في 11، نجيب الناتج الفعلي 6 في 11 ب 66. طيب نوصل الـ11 للـ10، طب بدل ما 6 في 11 خليها 6 في 10، 6 في 10 بكام؟ ب 60. يبقى التقدير طلع معايا 60. تعال نقارن الفعل بالتقدير. ال 66 علاقتها ايه بال 60؟ اكبر منها، يبقى الفعل هيكون اكبر من مين؟ ال 60. يا رب يكون وصلت، تعال نتدرب. طيب تعال رقم د يا استاذ. يبقى اول حاجه نجيب ناتج الفعل، 4 في 8 بكام؟ 4 في 8 ب 32. توصل الصغير يا استاذ لل 10، الكبير لل 10، يبقى 4 في 10، 4 في 10 ب 40، يبقى التقدير ب 40. قارن لي يا استاذ الفعل بالتقدير، ال 32 اقل من التقدير، يبقى تقول لي اقل الفعل اقل من كام؟ من ال 40. طيب كمان مثال، ها نوصل ده لل 10 الكبير، يبقى 9 في 10 ب 90. اكتب الناتج الفعلي، 9 في 12 بكام يا استاذ؟ ب 108. ب 108 ده الناتج الفعلي، التقدير طلع ب 90. طب تعال نقارن التقدير الا الفعل بالتقدير، ال 108 اكبر من ال 90، بقول الفعل هيكون اكبر من كام؟ من ال 90. وفعلا ال 108 اكبر من كام؟ من ال 90. ندخل نتدرب. طيب ندخل على السؤال رقم 2، بيقول لك اوجد الناتج الاقرب الى الناتج الفعلي. اول حاجه تجيبها ليه الفعلي وتقرب نتجيا، تمام؟ طيب 4 في 9 بكام؟ 36، ده الناتج الفعلي. هو عاوز مين اقرب للناتج الفعلي بعد ما تقدر؟ خلينا في الصغير يا استاذ، طالما عاوز 2 تقارن ما بينهم خليك في الصغير. هات اللي قبل اللي قبليه واللي بعديه، تمام؟ تمام؟ طيب براحتك اي استراتيجيه استخدمها، يعني عاوز تستخدم الكبير توصل لل 10 ماشي، عاوز تاخذ اللي بعد الاربعه او اللي قبل الاربعه ماشي، ده حاجه تخصك انت، بس زي ما هو عامل نعمل. عمل ايه هو؟ هو خد اللي بعد الصغير ووصل الكبير لل 10، يبقى نعمل في الامثله الثانيه زيه. طيب اللي بعد الاربعه الخمسه، بعد الصغير خمسه ونسيب الكبير زي ما هو 45، وصل التسعه لل 10 وبعد بدا يضرب 5 في 9 ب 45، 4 في 10 ب 40. طيب تعال نشوفوا مين اقرب لل 36. طيب ال 45 فاضل، ال 36 فاضل لها كم سلم عشان توصل لل 45؟ تعال نشوف، فاضل لها 9 سلمات، صح ولا لا؟ طب تعال نشوف ال 40 فاضل لها كم سلمة عشان توصل للمين؟ لل 36، فاضل لهاش غير 4 سلمات. مين أحسن؟ مين الأقل؟ مين أقرب لل 36؟ ده دي 9 سلمات لكن دي 4 بس، يبقى اللي أقرب مين؟ ال 40، تمام؟ الأقرب للناتج الفعلي، لأن ما فيش غير ما بينها هي 4 خطوات بس، لكن ده بعيدك 9 خطوات. طيب هنجيب اللي بعد الصغير يا أستاذ، اللي بعد الثلاثة 4، ونضرب 4 في 13، تمام يا أستاذ؟ طيب 4 في 13 بكام؟ عاوز تعملها باستخدام التوزيع، تقول 4 في ثبت الصغير وتجزئ الكبيرة، خليها جدول 10 وجدول 3، 10 و 3 13. الأربعة مضروبة في القوس، يبقى نضربها مرة في العشرة ومرة في الثلاثة. 4 في 10 ب 40 زائد 4 في 3 ب 12. 40 زائد 12 0 و2، 0 و2 2 و4 و1 5، يبقى 52. طيب نجيب يا استاذ نوصل دي لل 10، الكبير لل 10، 3 في 10 يساوي 30. نستخدم الاستراتيجية اللي تفضلها، تمام؟ تساوي 3 في 3 ب 9، 9 ومعايا الواحد. 3 في 3 ب 9، خلاص ما معيش واحد، و3 في 1 ب 3. تمام، يبقى 39، تمام؟ مين اقرب ل 39؟ ال 52 ولا ال 30؟ تعال نشوف، 52 فاضل لها، 39 فاضل لها كام عشان توصل ل 52؟ فاضل لها 13.
طيب دي ال 30 وال 39 فاضلهاش 9، مين الاقرب؟ الاقرب ال 30، لان دي ما بينهم 9 ايه سلمات، لكن دول 13 سلم، يبقى الاقرب للناتج الفعلي هو ال 30. طيب كمان مثال الصغير، يا استاذ زيد عليه 1، بدل ما 5 تصبح 6، 6 في كام؟ 6 في الكبير زي ما هو، 6 في 11 ب 66، ونخلي الكبير موصله ل 10، يبقى 5 في 10 50، هات الناتج الفعلي 5 في 11 ب 55. تعال نشوف مين اقرب لل 55. طب ال 55 فاضل لها كام عشان تبقى 66؟ فاضل لها يا استاذ 6، فاضل لها 11. تعال نشوف ال 50 فاضل لها كام عشان توصل لل 55، فاضل لهاش غير 5. مين الخمسة والخمسة وخمسين ما بينهمش غير 5 سلمات، لكن الستة وستين والخمسة وخمسين بينهم 11 سلم، يبقى الأقرب هي مين؟ الخمسة. طيب نزيد على الستة 1 تبقى 7، 7 في 7، والكبير زي ما هو، 7 في 7 ب 49، ونوصل الكبير للعشرة، 6 في 10 ب 60. تعال نجيب الناتج الأصلي أو الفعلي، 6 في 7 ب 42. مين الأقرب لل 42؟ 49 ولا 60؟ ده 60 بعيدة خالص يا أستاذ، ال 49 أقرب للناتج الفعلي. يا رب يكون وصلت وندخل على السؤال. طيب ندخل يا أستاذ، قدر حاصل الضرب ثم أوجد الناتج الفعلي كما بالمثال، بس ركز يا أستاذ دول 3 أرقام، تمام؟ يبقى أول حاجة يا أستاذ تضرب إيه؟ تضرب يا أستاذ أكبر 2 في بعض. تمام؟ فنضرب اكبر 2 في بعض يا استاذ، ضربهم 3 في 6 ب 18، يعني تصبح نسيب الصغير وعلامه الضرب، ونضرب اكبر 2 3 في 6 ب 18. تمام يا استاذ، دي اول خطوه بنعملها. يبقى دي يا استاذ كده نرجع لمسائلنا القديمه. تمام. طيب هنا يا استاذ نبدا في ال 18 الكبيره، نوصلها لمضاعفات ال 10، يعني بس ال 18 تشوفها اقرب لمين؟ للمضاعفات ال 10، 10 ولا ال 20 ولا ال 30 ولا ال 40 ولا ال 50. طب هنسألك سؤال، أولا ال 18 بين ال 10 وال 20 أقرب لمين فيهم؟ لل 10 ولا ال 20؟ لا يا أستاذ ال 18 أقرب لل 20، يبقى ال 18 الكبيرة دي نخليها 20. تمام؟ نسيب الصغير وعلامة الضرب، 2 في 20، 2 في 20 بكام؟ ب 40. ده التقدير. طب تعال نجيب الناتج الفعلي. الناتج الفعلي ناخد أصغر 2 في قوس وحدهم. 2 في 3 ب 6. أهي. في نضرب الناتج في اللي متبقي اللي هو 6، 6 في 6 ب 36، ونبدأ يا أستاذ نقارن الفعلي بمين؟ بالتقدير. إيه علاقة ال 36 بال 48 بال 40؟ أقل منها، يبقى الناتج الفعلي هيكون أقل من كام؟ من التقدير اللي هو كام؟ التقدير ال 40. يا رب تكون وصلت الفكرة، وتعال نتدرب أكتر. هنا بيقول لك انتبه للحصول على اقرب تقدير للناتج الفعلي لحصل ضرب 3 اعداد مثل 2 في 3 في 6 نتبع الاتي، نضرب اكبر عاملين، يبقى اول حاجه نضرب الكبار يطلعوا 18، نوجد تقدير كده رجعتني للايه؟ للمسائل السابقه، 2 في 18 باستخدام حقائق العدد المجاور، يعني تشوف ال 18 بين مين ومين يكون صحيح مضاعفات ال 10، 10 20 30 40، ال 18 بين ال 10 وال 20، طب اقرب لل 20 ولا ال 10؟ لا اقرب لل 20، يبقى نضرب الاثنين دي في العشرين عشان نقدرها. يا رب يكون وصلت، تعال نتدرب اكتر. طيب نتدرب اكتر يا استاذ على الفكره دي. طيب هنا يا استاذ هنضرب اكبر عاملين الاول اللي هي الخمسه والسبعه، 5 في 7 ب 35. تمام يا استاذ. طيب ركز معايا يا استاذ، كده ضربنا، تفضل الصغير اللي هو مين؟ اللي هو 4. تعال نقدره الاول، نقدره الاربعه في الخمسه وتلاتين. تمام، ركز معايا. اولا بالنسبه لل 35 يا استاذ بالمضاعفات ال 10 محصوره بين مين مين؟ بين ال 30 وال 40، اقرب لمين؟ والله اقرب لل 40، وبرضه اقرب نفس المسافه اللي تختار اختارها، يبقى هنختار مثلا مين؟ ال 30، 4 مثلا في 30، الصفر ينزل، 4 في 3 ب 12. تمام، يبقى ب 120، يبقى التقدير كام؟ 120. تعال نجيب الناتج الاصلي، خد اصغر 2 الخمسه والاربعه في قوس، يبقى نخليها 5 في 4 في 7، خد اصغر 2 5 في 4 ب 20 ونضربها في الكبير، صفر ينزل، و2 في 7 ب 14. تمام يا استاذ. طيب تعال نقدر الناتج الفعلي مين؟ بالتقدير. ال 140 علاقتها هي بال 120، والله ال 140 يا استاذ علاقتها اكبر من ال 20، 120، يبقى تقول الناتج الفعلي اكبر من التقدير، التقدير كام؟ 120، يبقى هيكون اكبر من 120. مثال كمان، تعال نضرب اصغر اكبر 2، ال 6 وال 7، 6 في 7
ب 42. ال 42 بين ال 30 بين ال 40 وال 50. طب اقرب 42 لل 40 ولا ال 50؟ لا ده فاضل لهاش غير سلمتين وتوصل ل 40، لكن ال 50 فاضل لها 8. لا اقرب للمين؟ اقرب لل 40. يبقى هنقول له خلاص انا ضربت اول اثنين، فضلت الصغيره الاثنين، ونقدر ده اقرب مين؟ اقرب لل 40. ونبدا نضرب يا استاذ. 2 0 ينزل، و2 في 4 ب 8، تمام؟ طيب نبدأ نجيب الناتج الفعلي، نضرب أصغر 2 في بعض اللي هو 2 و6، وبعد كده نضرب الناتج اللي يطلع في الكبير. 2 في 6 ب 12، في الكبير 7. عاوز تضربها بالتوزيع ماشي ما فيش مشكلة، عاوز تاخد رقم رقم ماشي. 2 في 7 في 2 ب 14، 4 ومية الواحد، و7 في 1 ب 7 ومية واحد 8. تمام يا أستاذ، يبقى 84. ونبدأ نقارن الناتج الفعلي بالناتج الأصلي. الناتج الفعلي بالناتج التقدير. ال 84 علاقتها ايه بال 80؟ اكبر منها، يبقى الناتج الفعلي، تمام، الناتج الفعلي هيكون اكبر من الناتج الفعلي هيكون ايه؟ اكبر من كام؟ الناتج الفعلي اللي هو 84 اكبر من التقدير، هيكون اكبر من التقدير. طب التقدير كام؟ 80. لان ايه يا استاذ؟ لان هو هيقول لك 2 في 40 يساوي 80، لان 2 في 40 تساوي 80. طيب نتدرب اكتر، نضرب اكبر 2 اللي هو 4 في 8 بكام؟ 4 في 8 يا استاذ بكام؟ ب 32. يبقى 3 في 32، يبقى 3 في 32. طب ال 32 ما بين مين ومين؟ بس من مضاعفات ال 10، يعني 10 20 30 40 50 وهكذا. 32 بين ال 30 وبين ال 40. طب اقرب لل 30 ولا اقرب لل 40؟ ده فاضل لهاش غير سلمتين بس توصل لل 30، لكن فاضل لها 8 وتوصل ل 40. لا اقرب لل 30، يبقى تقول 3 في 30. اضرب 3 في 30 كام يا استاذ؟ 3 في 30 الصفر ينزل، و3 في 3 ب 9 90. تعال نجيب الناتج الفعلي، اصغر 2 اللي هي 3 وال 4، والناتج بتاعهم اللي يطلع نضربه في الكبيره 8. 3 في 4 ب 12، والناتج اللي نضربه في مين؟ في ال 8. عاوز تشتغل بالتوزيع ال 12 تخليها 10 و2 ماشي ما فيش مشكله، 10 زائد 2 وتوزع. عاوز تضرب على طول ماشي، 8 في 2 ب 16، 6 ومعايا ال 1، و8 في 1 ب 8 ومعاك 1 9، يبقى 96. طب تعال نقارن يا استاذ الفعلي بين مين؟ بالتقدير. من الملاحظ ان الفعلي اكبر من التقدير. طب اكبر من كام التقدير؟ 90، يبقى الفعلي هيكون اكبر من 90، تمام. طيب نيجي للسؤال بعديها، اكبر 2 اللي هم مين؟ ال 3 وال 7. 3 في 7 ب 21، يبقى 2 في 21. طب ال 21 محصوره بين ال 20 وال 30، وسط ال 20 وال 30، ابقى اقرب مين؟ اقرب لل 20، لان ما فيهاش غير خطوه توصل مين؟ لل 20. يبقى نضرب ال 2 في ال 20، الصفر ينزل، و 2 في 2 ب 4، يبقى 40. تعال نجيب الناتج الفعلي، اصغر 2 نرتب تصاعديا، 2 3 7. نضرب 2 في 3 ب 6، وال 6 نضربها في 7، 6 في 7 ب 42. تعال نقارن الفعلي بالتقدير، والله الفعلي اللي هو 42 اكبر من التقدير، اكبر من التقدير. التقدير كام؟ ب 40، يبقى هيكون اكبر من كام؟ من ال 40. يا رب يكون وصلت، تعال نتدرب. طيب ندخل اقرا ثم اجب كما بالمثال، مع داليا اربعة اطباق، وادي لك قدامك الاربع اطباق، كل طبق فيه 6 تفاحات، تمام؟ قدر عدد التفاح اي كل مع داليا ثم اوجد ناتج الفعل الضرب. بيقول لك مع داليا كم طبق؟ اربع اطباق، كل طبق به 6، كل في الرياضيات يعني ضرب، يبقى ضرب 6. فقدر عدد التفاح الكلي. تعال نجيب الناتج الاصلي يا استاذ او الفعل، 4 في 6 ب 24 تفاح، ده الناتج الاصلي. تعال نقدره، عاوز تشتغل ان انت توصل الستة للعشرة ماشي انا معاك، عاوز تاخد قبل الاربعة واحد او بعد الاربعة واحد معاك، اختار الاستراتيجية اللي انت تفضلها، تمام. طيب هو عمل ايه في المثال هنا؟ خد قبل الستة واحد خمسة عادي ما فيش مشكلة، عاوز تاخد بعد الستة واحد عادي ما فيش مشكلة، كلها يؤدي نفس مين؟ نفس النتيجة. عاوز تاخد بعد الأربعة واحد ماشي ما فيش مشكلة، قبل الأربعة واحد ما فيش مشكلة، كلها يمشي حال. مثلا هناخد مثلا زي ما هو عمل، بعد قبل الستة واحد تصبح خمسة، طب أربعة في خمسة، أربعة في خمسة بكام؟ ب 20. ونقارن الفعلي بالتقدير، ال 24 أكبر، تمام؟
ال 24 ايه اكبر، لان تقدير حاصل تمام ما علينا. قال لك لان تقدير حاصل الضرب يمكن يكون هو قدر على طول جاب الناتج الفعلي، عادي ما فيش مشكله، يعني مش عاوز مقارنه ولا حاجه. طيب ندخل، بيقول لك مع شريف 7 عصافير، يبقى شريف معاه كم عصفور؟ 7. كل عصفور له جناحان، كل في الرياضيات تعني ضرب جناحان، تمام؟ فقدر عدد الكل لاجنحه العصافير ثم اوجد الناتج الفعلي. تعال نجيب الناتج الفعلي، 7 في 2 بكام؟ ب 14، تمام؟ تعال نقدره. والله عاوز تاخد توصل السبعة للعشرة ماشي، عاوز تاخد قبل الاثنين واحد ماشي، بعد الاثنين واحد ماشي، عاوز تاخد قبل السبعة واحد ماشي، اللي ترتاح فيه. مثلا في واحد اقول لي انا هنوصل السبعة يا استاذ هنوصلها للعشرة، هنوصلها لكام؟ للعشرة، تصبح 10 في 2، 10 في 2 ب 20، تمام؟ دي صح ودي صح. في واحد يقول لي لا انا هنقص من 7 1 تصبح 6، تمام؟ يعني هنخليها السبعة ننقص منها 1 تصبح 6، 6 في 2 ب 12، 6 في 2 بكام؟ ب 12، تمام؟ طيب ماشي صح. في واحد يقول لي لا هنزود على الاثنين 3 1 تبقى 3، عادي ما فيش مشكلة. طب خش على السؤال، في مكتبة الدولابان، يبقى عدد الدولابات كام؟ 2. كل يعني ضرب، دولاب 3 أرفف، ها تعال نجيب، وعلى كل رف 5 كتب. كل يا أستاذ في الرياضة يعني ضرب، تعال نضرب 2 في 5 في 2 في 3 في 5، 2 الصغيرين ضربهم 6، وبعد كده نضرب الناتج في الكبير، 5 في 6 ب 30، يبقى الناتج الفعلي 30. طب تعال نقدر نضرب أصغر 2 في أكبر 2 في بعض، 15، يبقى 2 في 15. ال 15 بين مين ومين؟ بين العشرة والعشرين. طب اقرب لمين يا استاذ؟ والله ال 15 مثلا براحتك، عاوز تقربها للعشرة لان المسافات متساويه بين العشرة والعشرين، خليها 20، يبقى 2 في 20. 2 في 20 بكام؟ ب 30. 2 في 20 بكام؟ ب 40، تمام يا استاذ؟ عاوز تقربها لل 20 ماشي، 2 في 20 ب 40، عاوز تقربها لل 10 ماشي، 2 في 10 ب 20، تمام؟ طيب نستكمل يا استاذ حل التمارين. بيقول لك 4 صناديق، ادي لك معايا 4 صناديق، بكل يعني ضرب، صندوق به 5 علب، وبكل يعني ضرب، وكل 3 ألعاب. طيب قدر العدد الكلي. طيب تعال نجيب الناتج الفعلي، 4 في 5 في 3، نضرب أصغر 2 اللي هو الأربعة والتلاتة ب 12، ونضرب الناتج في 5، 5 في 2 ب 10، 0 ومعايا الواحد، وخمسة في 1 ب 5 ومعايا 1 6، يبقى الناتج الفعلي 60. تعال نقدر نضرب أكبر 2، أكبر 2 الأربعة والخمسة، ونضربهم في الصغير، 3 4 في 5 ب 20. طيب خلاص يا استاذ، هي ايه؟ هي تقريبا قدر، عاوز توصل مثلا ال 20 لل 30 ماشي، عاوز تخليها 10 ماشي، عاوز تنقص من ال 3 1 تصبح 2 عشان يبقى اسهل، وتسيب الكبير زي ما هو، 2 في 20 ب 40. طيب لان دي اصلا من مضاعفات مين؟ من مضاعفات ال 10، ما ينفعش تلعب فيها. أو عاوز تزيد على 3 1 تصبح 4 ماشي، 4 في 20، صفر ينزل، و4 في 2 ب 8 ب 80 ماشي، بس تقريبا دي 2 ودي 2 هي تمام، دي 20 ودي 20. طب ندخل على السؤال اللي بعديه. بيقول لك محل حيوانات أليفة به 4 صفوف، يبقى عدد الصفوف 4 من الأقفاص، وكل يعني ضرب، كل صف في 3 من القطط، وكل قفص به 6، كل يعني ضرب، قدر عدد القطط الكل ثم اوجد الناتج الفعلي. تعال نجيب الناتج الفعلي الاول، 4 في 3 في 6، الصغيرين يا استاذ 4 في 3 ب 12، ونضرب ال 12 في 6، نبدا نضرب 6 في 2 ب 12، 2 ومعايا الواحد، و6 في 1 في 6 ومعاك 1 7، يبقى 72، ده الناتج الفعلي. طيب تعال نقدر، اضرب اكبر 2، سيب الصغير وعلامة الضرب، واضرب أكبر 2، 4 في 6 ب 24. ال 24 يا أستاذ ما بين ال 20 وال 30 من مضاعفات ال 10. طيب أقرب لمين؟ لا أقرب لل 20 لأن ما فيهاش غير 4 درجات، لكن لل 30 في 6 درجات. يبقى نخليها 20. ونضرب 3 في 20 الصفر ينزل، و3 في 2 بكام؟ ب 6، يبقى 60، قدرنا كام؟ طيب تعال اختبر نفسك يا أستاذ، اختبر نفسك حتى الدرس كام؟ 3. نضرب يا استاذ اصغر 2، وبعد كده الناتج نضربه في الكبير، اصغر 2 هما ال 2 وال 5، 2 في 5 ب 10، والناتج نضربه في الكبير،
الكبير اللي هو 10، 10 في 10 ب 100، يبقى الناحية دي طلعت ب 100. طب تعال نضرب الناحية دي، الصفر ينزل و2 في 2 ب 4. مين أكبر يا أستاذ، ال 100 ولا ال 40؟ لا ال 100، يبقى نولي لها العلامة، يبقى العلامة تولي ناحية مين؟ ناحية اليمين. طيب نخش على السؤال اللي بعديها. دايما ننظف بيتنا من جوه، 3 في 10 ب 30، وال 30 نضربها بعد الناتج نضربها في مين؟ في الاثنين. الصفر ينزل، 3 في 2 ب 6، يبقى الناتج 60، نختار 60. طيب السبعة في التسعة، ركز، الصغير والضرب زي ما هو، الصغير والضرب زي ما هو، الصغير والضرب زي ما هو. 5 زائد كام يدينا 9؟ 5 زائد 4، يبقى ايه؟ 4. طيب يعني التسعة خلاها يا أستاذ 5 زائد 4، بعد كده ضربها في مين؟ في السبعة. 7 في 5 في قوس زائد 7 في 4 في قوس. طيب ال11 ثبت الصغير وعلامة الضرب، الصغير وعلامة الضرب. طب ال11 10 زائد كام؟ 10 زائد 1. طب ندخل على السؤال الثاني، أكمل ما يأتي. بيقول لك 3 في 4 في 6 نقط في نقط، اضرب أصغر 2، 3 في 4 ب 12، والناتج اللي يطلع اضربه في الكبير اللي هو 6، يعني هناخد أول 2 فيها في قوس. طيب نضرب 6 في 12، عاوز تعملها بالتوزيع ماشي براحتك، تمام. عاوز تضرب مباشرة ماشي، 6 في 2 ب 12، 2 ومعاك الواحد، 6 في 1 ب 6 ومعاك 1 7. عاوز تشتغل توزيع، تاخد الصغير وعلامة الضرب تسيبهم ماشي، وال 12 تخليها 10 زائد 2 لأن جدول ال 10 وال 2 ايه؟ سهلين. وال 6 مضروبة في القوس، مين جوه القوس؟ ال 10 وال 12. 6 في 10 ب 60 زائد، و6 في 6 في 2 ب 12، وتجمع 0 و2 2 و6 و1 7 ماشي، دي صح ودي صح. تقدير حاصل الضرب، أول ال 15 يا أستاذ بين مضاعفات مين؟ ال10، لازم تخليها مضاعفات ال10، أو تروح تنقص هي وحدة قبل الثلاثة أو وحدة بعد الثلاثة. انقص مثلا قبل الثلاثة 1 تصبح 2، 2 في 15 ب 30، تمام. لأن هي كم في كام؟ لأن 2 في 15 يدي 30، أو زود على الثلاثة 1 تصبح 4، 4 في 15، تمام؟ طيب براحتك. الصفر ينزل في حالة الضرب، نزل الأصفار ونضرب الأرقام، 1 في 2 ب 2، 1 في 2 ب 2. طيب اضرب الصغيرين الأول، 2 في 5 ب 10، والناتج اللي يطلع اضربه في الكبير، 10 في 8 ب 80. طيب الخمسة في 16 بنثبت الصغير وعلامة الضرب، وال 16 راح نخليها 10 زائد 6 لأن جدول 10 سهل وجدول 6 سهل. ونبدأ ايه؟ الخمسة مضروبة في القوس، ومين جوه القوس؟ العشرة والستة، يبقى الخمسة نضربها في العشرة وما نسيبش الخمسة، برضو نضربها في مين؟ في الستة. 5 في 10 ب 50 زائد 5 في 6 ب 30، 0 و0 0، و5 و3 8، يبقى الناتج 8. طيب الستة ثبت الستة ومين وعلامة الضرب؟ ستة وعلامة الضرب، ستة وعلامة الضرب. اتفضل 5 زائد 3 كام؟ 8، تمام. خش على السؤال هنا يا استاذ، بيقول لك صل المسائل التي لها نفس الناتج، تمام يا استاذ. طيب هنا 5 في 3 في 2، هل في 5 في 3 في 2؟ ايوه يا استاذ في 5 في 3 في 2 اهي، وصل دي. طيب في 4 في 6 في 10، 4 في 6 في 10، ايوه يا استاذ اهي في 4 في 6 في 10. طب ما نبدل اماكنهم عادي، الضرب ابدالي. أكيد الأخيرة دي هناخد لها الأخيرة، ليه يا أستاذ؟ لأن الستة مضروبة في القوس، يبقى مرة تنضرب في الخمسة ومرة الستة تنضرب في الثلاثة، أهي يا أستاذ. طيب نخش على السؤال الرابع، آخر سؤال عندنا في الحصة، السؤال الرابع. اقرأ ثم أجب مع منى صندوقان، عدد الصناديق كام؟ 2. كل صندوق به 3 علب، كل في الرياضة يعني ضرب، نضرب الاثنين في الثلاثة، وكل، كل يعني ضرب، أهي يا أستاذ، كل علبة فيها 10 عملات. كم عدد العملات؟ نضرب الصغيرين الأول، 2 في 3 ب 6، والناتج نضربه في الكبير، 6 في 10 بكام؟ يبقى معاها 60 عملة. بكده يا أستاذ يكون خلصنا الدرس الثاني. الناس اللي ما عملتش لايك للفيديو ولا اشتركتش في القناة ولا ما فعلتش زر الجرس، أنا شايفكم أشوفكم إن شاء الله في الحصة القادمة. أنا عماد يسر، السلام عليكم.